من جانب آخر ومن أحداث إكسترا اليوم، هنأ الرئيس عبد الفتاح السيسي جموع العاملين في الجهاز الإداري للدولة بمناسبة اليوم العالمي للخدمة العامة، وذلك في افتتاحية ملحق مجلة التنمية الإدارية الصادرة عن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة. قال السيد الرئيس إن هذا اليوم يمثل مناسبة للتذكير بالقيم الإنسانية والأخلاقية للعمل والجد والاجتهاد وحب الأوطان، مشيرا إلى أن الانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة هو المؤذن بدخول الجهاز الإداري للدولة في مرحلة جديدة تؤسس للجمهورية الجديدة التي تسودها قيم العدالة والحوكمة وتكافؤ الفرص، وعمادها بناء الإنسان المصري القادر على القيام بدوره الحضري والتنموري إقليميا ودوليا وبوصلتها التقدم والتنمية. هذا وجدد السيد الرئيس دعوته لأبناء مصر الأوفياء ببذل المزيد من السعي والجهد للحفاظ على ما تحقق من تنمية واستكمال مسيرة البناء والإصلاح.